بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك فيهما وأن يجمع بينهما في خير، ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي يسلك بها الشاب في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى سبيل المرسلين الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى أسوة لعباده المؤمنين، وقص علينا سبحانه وتعالى أنه جعل لهم أزواجا وذرية. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز من أروع القصص وأحسن القصص قصة زواج موسى صلى الله عليه وآله وسلم، لما فر بدينه من مصر خوفا من بطش فرعون ومن معه من الملأ الذين ائتمروا به ليقتلوه، ثم كان ما كان من شهامته وكرمه وإحسانه إلى الفتاتين، إلى اللتين كانتا تذودان في أرض مدين، وعندما سقى لهما وتولى إلى الظل ودعا ربه عز وجل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، قال تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فيه من الفوائد أن تأنيس الخائف وطمأنة المضطرب من علامات الصلاح، من علامات وأعمال الصالحين، فهو لما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف. فعندما تجد أعداء الإسلام يخوفون أهل الإسلام، فطمأنة المسلمين بقرب النجاة والفرج من عند الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب زيادة الإيمان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. ومن ضمن البشارات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه لعباده المؤمنين أنه كلما زاد طغيان الطاغين وظلم الظالمين واعتداء المعتدين كلما قرب هلاكهم وتدميرهم، كما قال موسى عليه السلام لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وكما قال عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فجعل الله ما فعله الكفار في أحد سببا لمحقهم، وكذلك ما يفعله الكفار في كل زمان من أذية المسلمين وسفك دمائهم وانتهاك حرماتهم وتدمير بلادهم وسبب لمحقهم بإذن الله تبارك وتعالى، وهم يزدادون طغيانا وكأنهم لا يريدون أحدا يظلمونه غير المسلمين،
في المشارق والمغارب، ونسأل الله العافية، واجتمعوا على أذية المسلمين وأكلوا من أجلها أصنامهم التي صنعوها من العجوة أو كالتي تشبه أصنام العجوة التي كان يأكلها المشرك إذا جاع، فأصبحوا لا يعرفون قواعد ولا مبادئ ولا حقوق إنسان ولا مبادئ دولية ولا غير ذلك، والكل يطالب بمطالب واحدة لا تخرج عن مطالب أهل الكفر، ينسى أهل الإيمان والإسلام المظلومين المضطهدين، أليسوا مدنيين أيضا؟ أليس المقتولين المسفوك دماءهم من المدنيين الذين لا يحاربون؟ أليس أطفال المسلمين هكذا كذلك أطفال لا دخل لهم؟ لكن هذا من الحق، الحق الذي ليس يعرف إلا من خلال القوة، هذا عندهم ميزان الحق، فالقوي هو المحق والضعيف هو المبطل. ولكن هذا عندما يحصل لإنسان نوع من الخوف والاضطراب، فأهل الإيمان يسكنون روعة، لا تخف نجوت من القوم الظالمين، وذلك لأنه لا سلطان لهم هنا. ثم إنه يشعره بالانتماء الصادق له، فهناك انتماء لأهل الإيمان بعضهم إلى بعض، ذلك أنهم على طريق واحد وميزان الظلم عندهم واحد، فقد اتفق معه على أن هؤلاء من الظالمين. والواحد منا قد يؤلمه جدا أن يجد من ينتسب إلى نفس طريقه أو ملته، ثم إذا به يعد الظالمين أعدل العادلين، أو يعد الدعاة على أبواب جهنم هم الواجب أن يدخل الناس في طاعتهم أجمعين، عندما يرى موازين الحق والباطل والعدل والظلم مختلة عند الناس، فيؤلمه جدا ذلك الأمر، ويحصل عنده نوع من الاضطراب، كما كان فرعون يصف موسى عليه السلام بأنه كان من الكافرين، قال وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، وكان من الظلم الذي يريدون إيقاعه بموسى أن يقتلوه برجل كافر، وقد قتل موسى الذي قتل خطأ، ومع ذلك فكان الملأ إنما رأوا معركة بين فرعوني وإسرائيلي، فلا بد من الانتقام ولا بد أن يقتلوا ذلك القاتل، ولكنه من الظلم في شرع الله أن يقتل مسلم بكافر، ولذا كان من الظلم أن يطاردوا موسى عليه السلام وأن يطالبوا بقتله وأن يأتمروا على قتله، فكان ما ذكر له ذلك الرجل الصالح مؤنسا لوحشته ومطمئنا لخوفه، لا تخف نجوت من القوم الظالمين، فقوله لا تخف طمأنة وتسكين، ونجوت بصيغة الخبر الفعل الماضي الذي يقتضي الثبوت والاستقرار مزيد من ذلك، ووصفهم بالظلم يقتضي كذلك أنه على نفس الموازين ونفس المنهج ونفس الطريق ونفس المصطلحات الشرعية يستعملها، فالظلم هو ما كان عليه فرعون وقومه وطريقته الفاجرة الظالمة. وهنا انبرت الفتاة المؤمنة التي تسعى إلى العودة إلى البيت ما استطاعت، وتسعى إلى أن تكفى العمل، قالت إحداهما، لم يذكر الله سبحانه وتعالى الكبرى قالت أم الصغرى، لكي نعلم أن هذه الأمور ليست هي المؤثرة. قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. انظر إلى الأدب من البنت لأبيها حين تكلمه يا أبتي، تجد هذه الكلمة المؤثرة الجميلة التي تدل على البر والإحسان، كما استعملها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إبراهيم في دعوته لأبيه يكررها يا أبتي إني قد جاءني من يا أبتي إني قد جاءني من العلم، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهديك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا،
يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. كل ذلك ترقيق استعملها إسماعيل عليه السلام حين قال يا أبت افعل ما تؤمر ستردني إن شاء الله من الصالحين. استعملها يوسف عليه السلام حين قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي. كلمة فيها حنو وعطف، والكسرة التي في آخرها تدل على خفض جناح الذل من الرحمة، اقتران أو تشابه بين الكسرة والكسرة، بين الكسرة والانكسار المطلوب للأب. فهكذا كانت الفتاة المؤدبة تقول يا أبت استأجره، مع أنها فعل أمر لكنه خرج في صورة جميلة وليست يمكن أن تفهم على أنها أمر أو طلب ولكنها النصيحة. وهذا يدل على أن من أدب الولد مع أبيه أن لا يبخل عليه بالنصيحة وأن يبدي وجهة نظره، وليس سوء أدب كما يظن كثير من الناس أن الولد إذا تكلم في حضرة أبيه أو حتى البنت إذا تكلمت فليس له أن يتكلم فضلا أن يقترح وأن يقول أن هذا من المصلحة أو كذا، وأبوه أعرف منه. لكن كانت فتاة ذات عقل راجح وذات قوة في الحق مع حيائهن مع حيائهما وحسن أدبهما رضي الله تعالى عنهما، وإحداهما زوجة نبي والأخرى أختها. فقالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فطلب الأجرة طلب الاستئجار هنا كان لأجل أن تعود إلى بيتها وتكفى العمل والخروج، لأن البيت مملكة المرأة المسلمة وهي في حيائها وعفتها تفضل دائما أن تكون في بيتها. وهكذا ليس كما تفعل النساء اليوم، وليست ولاجة خراجة كما قال عمر في وصف حياء الفتاة التي ذهبت لموسى، قال ليست بسلفع من النساء، قالت قال قائلة بثوبها على وجهها ليست بسلفع من النساء ولاجة خراجة ليست بجريئة، ومع ذلك قالت كلمة النصح وتجرأت على طلب الحق وقول الحق، وقالت كلمة صارت قاعدة كلية من قواعد الإدارة الصحيحة ومن قواعد الولاية الصحيحة في الشرع وفي علوم الإدارة، القوة والأمانة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ودلت الآية على صحة الإجارة خلافا لمن يزعم أن الإجارة نوع من الاستعباد ويحرم ما أحل الله عز وجل بسخافة عقله وضلالة فكره واضمحلال الإيمان من قلبه حين يحرم ما أجمعت الأمة على إباحته من الأفكار الخبيثة الشيوعية المنكرة. ولذلك استدل العلماء بهذه الآية على مشروعية الإجارة وأنها حلال. إن خير من استأجرت القوي، فالقوة عرفتها من خلال جهده في سقيهما في سقيه لغنمهما، والأمانة من حسن المعاملة والعفة في الحوار الذي دار ثم في طريقة السير أثناء الذهاب إلى المنزل ليجزى أجر ما سقى لهما. إن خير من استأجرت القوي الأمين. قبل الرجل الناصح الصالح نصيحة ابنته ووافق على هذا الطلب مباشرة. وانظر، قد يبحث أهل العروس عن العريس مدة طويلة، وهذه جلسة واحدة ربما لا تزيد على سويعات قليلة. عرف كل منهما منهج الآخر وطريقته وصفاته الحسنة، وهذا والله بتوفيق الله، وإلا فقد يعاشر الإنسان غيره سنين ولا يعرف صفاته وتخفى عليه كثير من أحواله. وأما أهل الإيمان فعندهم من نور الإيمان ما يبين لهم أحوال الآخرين، ومن الفراسة ما يبين لهم صفات كثيرة قد تخفى على الكثيرين. ولذلك كانت من أفرس الناس هذه الفتاة المؤمنة. استجاب أبوها فقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. وفي هذا دليل على أنه يجوز للرجل الصالح
أن يطلب زوجا لابنته وأن يعرض ابنته على الزواج، وذلك كما يجوز للمرأة أن تفعل وإن كان الأفضل أن لا تفعل بنفسها، لكن يطلب الرجل الصالح لابنته أو لأخته كما طلب عمر رضي الله عنه لابنته حفصة لما تأيمت، طلب أبا بكر ثم طلب عثمان، ثم كان الخير كل الخير في زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. فخطبة الرجل لابنته زوجا صالحا أمر مشروع لا يستحيا منه، قد فعله الصالحون. بل كما ذكرنا لو طلبت المرأة، لكن هذا إنما يكون من ثيب كبيرة في السن وليست تكون بكرا أو نحو ذلك التي تطلب مثل ذلك، قد فعلت خديجة ولكن ليس عن طريق نفسها ولكن عن طريق صديقتها، وهذا هو الأمر المشروع الأفضل. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، ولم يقل لابد من الكبرى أولا أو اختر هذه دون تل، ولكن خيره، ويمكن أن يزوج الصغرى قبل الكبرى. وفي الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن موسى تزوج الصغرى وقضى أتم الأجلين، والله أعلم، لكن يمكن أن تكون الصغرى على أقل الأحوال عرض إحدى بناتيه، فإذا جاء زوج صالح للبنت الصغرى لم يجوز لوليها أن يمنع التزويج من أجل أن الكبرى لم تتزوج. وكثير من الناس يشدد في هذا في غير موضع التشديد، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال على إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. التيسير في أمر الزواج وعدم التجديد في المهر وفتح أبواب التسهيل في هذا الباب، وهذا من علامات الصلاح، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فمن يسر في هذا فهو على سبيل الصالحين. وتأمل الإيمان بالقدر وعدم تزكية النفس في قوله إن شاء الله، فأعمال العباد معلقة بمشيئة الله، فهذا دليل على أن أفعال العباد الاختيارية وهي الصلاح وغيرها معلقة بمشيئة الله. ثم إنه لا يزكي نفسه مع أنه من الصالحين، لكنه يقول ستجدني إن شاء الله من الصالحين. تواضع وعدم تزكية للنفس وخوف من أن يكون هناك ما يخالف الصلاح. وافق موسى عليه السلام، فقد ظهر من الفتاتين ومن والدهما ما يرغب في الزواج وما يؤهل للقبول بسرعة. ووجد موسى عليه السلام من افتقاره إلى ربه عز وجل كل خير، وجد المأوى، وجد العمل، وجد وسيلة الكسب، ووجد الزوجة الصالحة، ووجد الأمن، وجد نعما لا تحصى لو تأملناها في لحظات. بهذا الدعاء الذي نوصي به كل محتاج وكل فقير، بل كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال ذلك بيني وبينك أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي. اشترط على نفسه 8 وزاد إلى 10 وأوفى أتم الأجلين. والله على ما نقول وكيل. الارتباط بين العمل الظاهر وبين الإيمان بالأسماء والصفات وتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يبارك للعروسين وأن يبارك فيهما وأن يجمع بينهما في خير. أقول قولي هذا، أستغفر الله.